السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة الشيوات أم محمد. مرحبا بكم وألف مرحبا خوتي. أولا بعدا غادي نطلبوا السلامة لبلادنا والأمة سيدنا محمد الحبيب والبشرية على وجه الأرض، وحيد علينا هذا الوباء وترجع الحياة الطبيعية، والدراري يخرجوا يقراوا ويلعبوا ويحسوا بالأمان. وكنطلبوا سيدي ربي اللطف من عنده، يا ربي لطف بينا، يا ربي لطف بينا، يا ربي لطف بينا ولطف بالامه ديالك. اللي بغيت نقول لكم البنات والعيالات والرجال والامهات، حضيوا راسكم وما تخرجوش، نطبقوا التعليمات ديال السلطات وتعاونوا معاهم، الله يجزيكم بخير. والله القاسم الا كنطل دابا من البالكو ديالي ونطل من الشراجم، باقي الناس غاديين جايين. لا اله الا الله محمد رسول الله. عياو الناس ما يهضروا، عياو السلطات ما تهضر، عياو الناس القنوات ديال اليوتيوب كتوعي الناس، وعياو التلفازه كتوعي الناس والو. وبنادم ممكن ما يكونش مريض، غادي يخرج ويجيب المرض ويدخل العائله ديالو، وغادي يعاديها كامله، والعائله ديالو غادي تعادي العائله اخرى، وهي غادا. جمعوا رجليكم في الدار وجبدوا شي ركان الى عندكم، خملوا وجدوا لرمضان ان شاء الله، تفائلوا بالخير. ان شاء الله ربي قادر بعباده، قادر بالمرض ديالو، الا بغى يحيدو في ثواني. وكنطلب سيدي ربي اللطف من عنده، ونطبقوا هذا الشيء القانون اللي كيقولوها ومصلحتنا، ما نخرجوش ولا يولي الضروري يخرج واحد. والله يهدي ما خلق، والله يهدينا. وعلى هذا رجعوا يا البنات، رجعوا العيالات، رجعوا للمواد القديمه، رجعوا للخميره البلديه، رجعوا لزيت الزيتون كما كنقول لكم، رجعوا للخبز ديال الدار، رجعوا طيبوا عديسه لولادكم بلا ما نقلبوا على الخضر كثيره، ولا ما نقلبوا هذا ولا اللوبيا، طبسي اللوبيا وطريف الخبز ده غادي يشبعوا. كلشي الحمد لله والشكر لله، وتكون القناعه، ونطلبوا الله ونستغفروا الله ونكثروا من الاستغفار، وعلى الله عسى يا ربي يحيد علينا الوباء وعلى البشريه كامله وعلى امه سيدنا محمد الحبيب يا سيدي يا ربي. وهنا كنقول لكم، بغيت نوجد لكم واحد الوصفه زوينه 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 بزاف وفعاله وكتعطي الطاقه للجسم، ومعروفه في القديم الزمان، في القديم الزمان بزاف كاع. عندي هنايا الشريحه البنات، انا دابا وصيت وقلت لكم في داك الفيديو اللي فات ما كنخرجش هنايا، عندي العذر ديالي راه ما كنخرج. وصيتهم على الشريحه الكحله، جاب لي هذه شي مشكل. عندي هنا نص كيلو ديال الشريحه، انا بغيت نقول لكم غير المقادير وانتم ديروا اللي بغيتوا. عندي نص كيلو ديال الشريحه، عندي ربعه ديال الثومه الحمراء، ها هي فركتها وغسلتها وغادي نفورها بقشورها. الطريقه اللي غادي ندير دابا البنات والعيالات العموم، بزاف اللي كيعرف هاد الوصفه هذه، انا غير بغيت نذكر بها وصافي. هنا كنديرها بقشورها، ما كنقيهاش ياك، كنديرها بقشوره حتى كتفور، وهذا كنقيها وكنفورها بطبيعه الحال مع الشريحه. الشريحه الى عندكم ديك الشريحه الكحله من الاحسن، انا دابا جاب لي غير هذه، ماشي مشكل، غندير حتى هذه مزيانه اللي جات من عند الله، كلشي زوين. المهم غادي نفورها حتى تفور مزيان، طيب مزيان، وغادي نجبدها ونديرها في واحد الماء. المهم غادي نكمل معاكم، وعاد غادي نقي داك الثومه ونمعسها مع زيت الزيتون، ونديروها في القريعه، قريعه ديال الدجاج بطبيعه الحال، قريعه ديال الدجاج. وكل صباح خذوا معلقه صغيره كتعطي الطاقه للجسم، ما نقول لكمش عليها، ما تخليو حتى هذا الشريحه وهذه الثومه، ما تخلي حتى حاجه تدخل للجسم باذن الله، ان شاء الله بحول الله. حلاكم البنات، دابا ها هي، دابا غادي نديرها تفور حتى تفور مزيان، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. خوتي ها هما، انا رجعت لكم، هي طابت لي الشريحه ديالي والثومه، انا غادي نطحنها دابا في الطحينه اللي طحيناها، سمحوا لي مشات لي الهضره، الطحانه اليدويه، القشره ديال الثومه غادي تشد هذاك الصفايه ديال الطحانه اليدويه، حيت ما بقيتهاش باش تبقى محتفظه على داك الجهد ديالها. وغادي نطحنها هنايا، بسم الله، غير بشويه، بسم
الوصفه زوينه عظيمه للبرد وتحمينا من هاد الامراض وكتعطي الطاقه للجسم. اصلا الثومه بوحدها وراه زوينه، اللي قد ياكلها في الصباح يختار داك الفصوص الصغار يشربهم بحال اللي كيشرب الفانيت ديال الدواء، داك الفانيت الصغير. ولا اللي كان في هذاك الرز ديال الثومه قبيض صبوه على الريق، كتحميكم من كل حاجه. الثومه راه عندها فوائد كثيره. هذا الشيء اللي كاين، حنا كنديروا اللي علينا والكمال على الله سبحانه وتعالى. اللي عنده الزيت الحر البنات ديرها في الزيت الحر. اسمحوا لي ما عرفت مالي هذا النهار. العسل الحر اللي عنده العسل ديروا العسل، اللي ما عندهش العسل ولكن كنفضلها بالزيت الزيتون احسن. الزيت البري يعني ماشي ديال السوق، الزيت اللي تكون طحنتيها على يدك ولا كتعرفي على من شريتيها ولا المهم. هادشي حنا كاع كامل كنعرفوه. الله يلطف بينا يا ربي، الله يلطف بينا، الله يلطف بينا. حنا كنديرو السبب وربي كيكمل ويدير ديالو. المهم الوقاية أحسن من العلاج، ونطبقوا التعليمات ونطبقوا القوانين، ما نخرجوش ما نسلموش من المهم. كلشي عندو كلشي الخبر في راسو، هادشي هذا خصنا غير نطبقوا التعليمات. إذا قمطنا كاين ما كيعطى الله ما يدار. كما قلت لكم قبيله وجدوا السفوف وجدوا، دابا انا اصلا غالباديه فيهم، كان عندي كلشي في الدار وكلشي بلدي. ها نتوما غتشوفوا معايا ان شاء الله حتى توصل وقته. ديروا شي حاجه اللي نتفائلوا بالخير ان شاء الله ما يكون غير خير، وربي سبحانه وتعالى قد بعباده. انا نكمل هكا البنات ونتلاقى معكم. صافي البنات انا ساليت لها، دابا هنا بقاو هنا غير القشور ديال الثومه، ها هو بقاو غير القشور ديال الثومه بقاو هنايا. دابا ندوز للمرحله اخرى، دابا عندي هنا زيت الزيتون، عندي هنا كاس ديال العنبه، ما نديروش كامل يمكن، بسم الله ما نديروش كامل غير شويه. انا اختاريت الزيت البنات اللي فيها الضغط، هذاك اللي كيكون تحت في القرعه، في القرعه لتحت كيكون مجمع داك الضغط بحال هكا. حتى داك الضغط راه هذا فيه عنده الدواء بحال هكا. نختاريت نجيب داك القرعه مابقاش فيها، ولقيت فيها هاد الشويه وبغيت ندير منها بحال هكا. بسم الله دابا نحرك هكا البنات. هاد الوصفه صالحه للصغير والكبير، اللي عنده الحساسيه للبرد المهم مزيانه العموم، مزيانه لكلشي لكلشي لكلشي، وكتعطي الطاقه للجسم ما نقول لكمش عليها، زوينه بزاف. انا كنفضل زيت الزيتون احسن من العسل لحقاش الشريحه حلوه. نوض الصباح تاخذوا معلقه صغيره، الدراري صغار معلقه صغيره، الكبار يديروا ياخذوا معلقه كبيره صافي، ويصبروا شويه ما يفطروش واحد المده نص ساعه وتفطروا. زوينه زوينه بزاف والله. يعني كنتمنى اللي باقي ما شافش القناه ديالي ودخل عندي وشافني وتابونا عندي ودير ريجيم، الله يجزيكم بخير، وشي تعليق زوين الله يجزيكم بخير. مرحبا بالناس القدام الناس الجداد، الله يعطينا الصحه والهنا والسلامه يا ربي، الله يرزق لينا الصحه والسلامه. بحال هكا ندخلو معاها مزيان الزيت، بحال هكا
هلك البنات. صافي دابا نعمرها في القرعه. بسم الله. هاد القرعه هادي زوينه، هادي ديال الدجاج، ما ديروهاش من غير الدجاج. بسم الله. بلا ما دخلت الثلاجه، ما تحتاج دير في الثلاجه، ها برا الثلاجه، ها فوق البوطاجين باش اللي شافها ياكل منها، كتعطي الطاقه مزيان للجسم. هكا هلك البنات، قدوها هكا، ما تخافوش، ما تخسرش، ما تخسر ما حتى شي حاجه، بقاش فيها زيت الزيتون. نمسحها شويه من هنا، صافي مقطعها، وها حنا سالينا. ما درت معايا حتى نص ساعه، هانتوما تشوفوا حاجه زوينه زوينه ممتازه، تخدم لنا معلقه كل صباح. ما تخافوا حتى من شي حاجه ان شاء الله، باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله ربي غادي يدير لي فيها الخير، ويجيب لنا الشفاء من عنده. حنا كنديروا السبب وربي كيكمل. هاك البنات انتم كتشوفوا زوينه الشريحه، اصلا مفيده للجسم، والزيت الزيتون كذلك، والثومه كذلك، الحوايج زوينين مجموعين في هذه القرعه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليه في التعاليق البنات، الله يجزيكم بخير، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. والله يعطينا لهنا، والله يشافينا، والله يشافي كل مريض يا ربي، والله يحيد الباس ويحيد علينا هذا الوباء، ونطبقوا التعليمات ديال الحكومه، نطبقوا التعليمات، نبقاو في ديورنا، ما نخرجوش، حقاش الا خرج غير الا خرجنا ما كناش مراض، لا قدر الله الا خرج شي واحد ما يكونش مريض يجيب المرض ويعادي العائله ديالو، والعائله ديالو تعادي لاخرى. اللهم جالسين في دارنا واحد 15 يوم ولا 20 يوم من جفت من الدات، يا الله بصحتكم وهو راحتكم، ويا ربي يا ربي يا ربي حيد علينا هذا الوباء، يا ربي على امتنا محمد الحبيب والبشريه كامله. يا الله البنات نتلاقاو ان شاء الله، السلامه.